نروح لأستاذة داليا شبل الصحفية بموقع مصراوي واللي عمل التحقيق استقصائي موسع حول تزوير الشهادات العلمية. أستاذة داليا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عاوز أعرف أنت وصلت لتحقيقك فين؟ هل قابلت الناس اللي بيزوروا الشهادات أو اللي بيشتروا الشهادات المزورة؟ لا احنا قابلنا السماسرة بتاعت الشهادات، يعني احنا كان شغلنا ان احنا بنقول للناس ان في سماسرة بيبيعوا شهادات موثقة ومعتمدة من الجامعات الكبرى في مصر زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة اسكندرية، وعشان نثبت ده احنا قابلنا السماسرة فعلا وصورنا معاهم تصوير هيدن كام طبعا، عشان نقول ان في ناس فعلا بتعمل، في ناس بتعمل شهادات، وعلى مدار الاربع شهور اللي احنا عملنا فيهم سيرش عن الموضوع ده اكتشفنا ان فعلا في ناس قدرت تاخد شهادات واشتغلت بيها. يعني كان في دكتور او دكتور منتحل صفة طبيب زور شهادة من احد السماسرة وفتح بيها عيادة عظام في دمياط، ودكتور وهو مش طبيب اساسا، وهو مش طبيب اصلا، يعني بيعالج عظم الناس وهو مش طبيب، ممكن يدلهم ادوية يعني تأثر عليهم صحيا بشكل كبير. لا وكمان لما دخلنا على الصفحة بتاعته على الفيسبوك لقيناه منزل صور تحاليل وأشعاعات طبية وبيسأل ناس بيقول تفتكروا علاج الحالة دي ايه، هو كمان ما عندوش اي خبرة. طيب. ولا الدالي عايز اعرف لك اسعار الشهادات المزورة دي، يعني شهادة الطب اكيد اغلى من شهادة كلية النظرية مثلا. هو احنا فعلا عشان نثبت ان هم بيعملوا شهادات طلبنا منهم ان هم يعملوا لنا شهادتين، شهادة دكتوراه وشهادة طب لواحد صاحب زميلنا من الأردن، فهو قال لنا ان شهادة الدكتوراه بتبدأ من 100,000 جنيه واللي زيها شهادات الطب كمان، وفعلا قدرنا نعمل شهادتين، شهادة طب من القصر العيني لشخص ما دخلش مصر أصلا، يعني هو لا درس ولا دخل مصر من 2012، وعملنا شهادة تانية دكتوراه في الإعلام من إعلام القاهرة عليها أختام من الجامعة عليها توقيع يشبه توقيع الدكتورة جيهان يسري في الوقت اللي احنا طلعنا فيه الشهادة، وقتها لما كنا بنتكلم معاك الأسعار قال لنا 100,000 و130,000 رسالات اللي هي الماجستير والدكتوراه، البكالوريوس والليسانس بتبدأ من 50,000 على حسب التخصصات طبعا. طب هل الأختام سليمة بحيث ان في موظفين في الجامعات متواطئين معاهم؟ هو احنا ما قدرناش نوصل لان الاختام سليمه ولا لا، بس من العروض اللي هو قالها لنا، يعني هو قال لي لو انت عايزه الشهاده اللي احنا بنعملها تاخديها من الجامعه انا اقدر اخليكي تروحي تاخديها من شؤون الطلبه من جامعه الزقازيق. من شؤون الطلبه؟ يعني في موظفين جوه الجامعه بيطلع لك الشهاده باختام رسميه؟ مش بس كمان بيطلع لي الشهاده، ده كان من ضمن كلامه ان لو انت عايزه ان انا اعمل لك ملف للشهاده في الجامعه عشان ابقى كاني طالب درس 4 سنين ده هيزود فلوس عليا شويه، يعني كان في يا اما تشتري شهاده انا اجيب لك شهاده هي مطبوعه على نفس ورق الجامعه بنفس الاختام بنفس الامضاءات دي ليها سعر، بس لو انت عايزه حاجه بقى اللي هي مظبوطه 100% وعايزه ملف في الجامعه هزود عليكي فلوس شويه، والاهم من كده ان لو انت عايزه تستلميها من شؤون الطلبة نفسها زيك زي أي خريج تقدر تستلميها من جامعة زي جامعة الزقازيق. داليا الداخلية تواجه الأزمات دي إزاي؟ وهل هي الداخلية فقط الوزارة المنوط بها حل مشكلة أزمة الشهادات العلمية وتزويرها؟ يا فندم دلوقتي الموضوع في المقام الأول هو يخص الجامعات، يعني جامعة زي جامعة القاهرة إحنا كان معنا 4 شهادات منسوبين لكلية هندسة جامعة القاهرة ودي من أكبر كليات الهندسة في مصر. لما رحنا اتكلمنا مع الجامعة اتفاجئنا بحاجة ما كناش عاملين حسابها، ان حد من شؤون الطلبة بيقول ان الاختام بتاعت الجامعة اتسرقت بعد الثورة. ممكن يكون ختم الجامعة نفسه استخدموه في الوقت ده. بس صحيح. الحقيقة ان بعد ما سجلنا مع عميد الكلية وقتها قال لنا ان الاختام خلاص اتغيرت. فكانت دي خطوة كويسة من كلية هندسة جامعة القاهرة. اللي عملت كمان تجربة جديدة كان جامعة بنها، جامعة بنها بدأت تغير ورق الشهادات حتى الاسم بتاع الخريج بقى معمول في نتيجة الشهادة نفسه وبقى فيه علامات مائية على الشهادات، فكان الإجراء اللي مفروض الجهة أو المنوط بيها اللي هي تأمن شهادات الجامعة الأول قبل وزارة الداخلية، وبعض الجامعات فعلا عملت ده وبعضها لسه يعني
يمكن مش مدركين ان في مشكله يعني. اتمنى انك تكملي سلسله هذه التحيات. اشكرك داليا شبلة الصحفيه بموقع مصراوي وصاحبة تحقيق استقصائي كبير حول تزوير الشهادات العلمية في بلدنا.